طيب طبعا. بما اننا بنتكلم عن الاجهزه الفنيه، خلينا نروح للمدير الفني لفريق كره الماء كابتن وليد عزت. الحقيقه اللي عمل انجاز كبير جدا بعد 20 سنه. كابتن وليد كان لعيب في النادي الاهلي من 20 سنه، وما يعني اخر حد خد البطوله صح؟ ايوه حصل. فبقاله يعني 20 سنه مستني، فخدها في وهو مدير فني. كابتن وليد يعني ازاي حضرتك يا فندم، والف الف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن اسلام، ومتشكرين انكم انتم فاكريننا كده على طول. ونسلم برضو على كابتن خالد العوضي، وبنشكره على دعمه الكبير، وطبعا على مجلس الاداره بقياده كابتن محمود الخطيب والمجلس كله طبعا. ايوه متشكرين لكم كلكم يعني. كابتن وليد الحقيقه نعم سهران، هو احنا شكلنا صحينا، هو شكلنا صحينا بيصلي الفجر يا كابتن اسلام. والله مش عشان حاجه، انا يعني تقريبا يكاد يكون اول مره اعمل مداخله في حياتي. ايه ده بجد؟ دي حقيقة. لا بس تستحق يا كابتن. انت تستحق يا كابتن، انت واولادك الحقيقة، الشباب الحقيقة اللي شرفونا، واللي على فكرة ما اعرفش حاجة يعني فاكر ولا لا، احنا ذعنا هذه المباراة في قناة الأهلي، جالنا فيدباك ردود أفعال كبيرة جدا جدا على فوز النادي الأهلي. قد إيه جمهور النادي الأهلي كان بينتظر الفوز ده بعد 15 ولا 20 سنة تقريبا من عدم الفوز بدرع الدوري العام، لكن في النهاية قدرنا نفوز، وانجاز كبير جدا يحسب لحضرتك ولجميع العاملين في كره الماء. والله الحمد لله بفضل الله. احنا الحقيقه النشاط الرياضي بيدعمنا جامد قوي. والحقيقه النادي الاهلي في ميزه، يعني انا بتكلم على الملا، بيدي مساحات، بيدي المساحات للمديرين الفنيين، وبيدي الناس المدربين مساحات بيتحركوا فيها بدون اي ضغوطات. انا اقسم بالله بتكلم على الهوا اهو قدام الناس بدون. هو كابتن خالد حكى حاجه من شويه كده برضو. طيب كويس. هو قال حاجه كده، قول. قال ان يعني كان في اختلاف في وجهات النظر ما بين حضرتك وكابتن خالد، ولكن يعني في الاخر وجهه نظرك هي اللي مشيت. لا والله، هو احنا هو في ثقه متبادله ما بيننا وما بين النشاط الرياضي وما بين الاجهزه كلها الحمد لله، والاجهزه كلها في النادي كله والمدربين، فالحمد لله بيدونا مساحات على اساسها بنشتغل. ايوه الحمد لله بتبقى قدها، فبفضل الله ربنا بيوفقنا فيها والحمد لله يعني. كابتن وليد، الدعاء اللي كنت بتدعيه بعد الفجر بقى للكابتن خالد وللفرق وفرق الكوره وكل الفرق يعني. كل الفرق بصراحه. هو السبب الرئيسي في اللي احنا فيه ده، كابتن خالد اللي بيقول لي. لا والله، هو كادر محترم جدا. شخصيه محترمه جدا، ومش انا يعني مش عايز اقول حاجه على الملأ عشان انا بس الواحد بيعمل حاجه قدام الناس، لا بالعكس. انا بحب اقول بقى خالد العوضي، بحب بالله انه راجل محترم وجميل وبتاع شغل، والحقيقه انا كنت بدعي له عشان انا بحب، عشان كده انا اتمنى هو ينجح. لا بس في حاجه عايز اقول. اتفضل يعني كابتن وليد. كله ناس. اتفضل يا كابتن. بص، اولا كابتن وليد عزت من ولاد النادي طبعا، اتربى وطول عمره في النادي هو ووائل رئيس الجهاز، مع ان هم اخوات، لكن عاجبني جدا فصلتهم في الشغل. اوكي. يعني هو رئيس جهاز ومدير فني. ما انت حضرتك بتقول كابتن وائل معاك في الموضوع بتاعك. عارفين بص، عارفين يفصلوا في الشغل كويس، ودي حاجه مهمه جدا جدا للنادي. لكن انا هتكلم مع كابتن وليد بالاخص بصراحه. اتفضل. كابتن وليد ما شاء الله عليه، هو راجل مصلي وراجل يعني على خلق عالي جدا. في نفس الوقت هو دايما بينزل يصلي الفجر، فدايما يجي لي تاني يوم الصبح مثلا في ماتش مهم اهلي وزمالك هاند بول مثلا، والله يجي لي المكتب مخصوص. لازم الناس كلها تعرف، مش عشان يقول لي بص انا امبارح دعيت لك ودعيت للفرقه، اقول له يا ابني الله يكرمك، اقول له كده يا وليد ربنا يكرمك عشان انت بجد تستاهل الخير، انت بتحب الناس كلها. بص، مفيش فرقه ما دعالهاش. مفيش مدير فني ما دعالوش. مش كره الماء بس. لا 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 لا، لا. مع ان الناس ما تعرفش ده، انا عارف الكلام ده، ولازم اقول على الهوا، لازم اديله حقه. بص، بيحب كل الناس ويحب الخير لكل الناس، ولما خسرنا خلي بالك يجي يقول لي ما تزعلش ما تزعلش، ربنا فرجوا علينا قريب وان شاء الله ربنا هيكرمنا من واسعه. فعلا بص، انا مش هقول لك بتفائل بيه، بس هو فعلا اللي عايز اقوله اخلاص النيه للدعاء للناس لكل الالعاب. بشكره جدا، هي دي اللي كابتن سيدي كان بيتكلم عليها، الروح الجماعيه لكل القطاعات. تقريبا كلهم عايزين، بيحبوا بعض، الكل يكسب، كل عايز يكسب. فبشكره وبقول له يا كابتن وليد والله بجد اسعدتنا بعد 20 سنه، دوري مهم، وبقول لك بشكرك، وانت عارف رايي ايه من اول السيزون، وقلت له والله دوري مهم جدا جدا. نعم. وهو قال لي كده في المطعم كنا قاعدين، هو عارف الكلام ده، قال لي توكلنا على الله انا مش هخذلك. وفعلا بقول له الف مليون مبروك، وربنا يكرمك في اللي جاي باذن الله. وبشكر كل راجل
من رجالتك وكل الاستاف بتاعك، ما شاء الله عليكم بجد يا كابتن وليد، بشكرك جدا جدا جدا، وباذن الله موسم باذن الله السيزون الجديد يكون موسم احسن واحسن ان شاء الله باذن الله. انا بشكرك جدا يا كابتن وليد وسعيد جدا. أنا اتفضل قول. اتفضل. انا عايز اقول بس عايز اشكر وائل عزت اخويا يعني ورئيس الجهاز ومحمد فاضل وكابتن محمود حسن وكابتن مدحت فرج. ايوه. والمدربين اللي معايا المنظومه منظومه محترمه جدا. انا نعم. معايا انا في عجاله كده سواء لا في عجاله اللي براحتك براحتك احنا احنا كده كده سهرانين. احمد اسامه اتفضل. كابتن سيف او احمد سامح او كابتن الديب او كابتن بلال والاداريين كلهم ريشه وسامح العشري ووسام وائل خضير، انا مش عايز انسى حد، ان فعلا هم اشتغلوا السنه دي بفضل الله بفضل الله علينا حاجه محترمه جدا، حاجه محترفه جدا باحتراف شديد، والحمد لله ربنا توج تعبنا بقى لنا فتره كبيره قوي 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 قوي، الحمد لله ربنا توجه على خير، واللي جاي هيبقى اصعب وان شاء الله هنحافظ عليه. متشكر ليكم، متشكر يا كابتن اسلام، متشكر يا باشمهندس، وان شاء الله هفرحكم على طول باذن الله. شكرا جزيلا يا كابتن وليد. انا اللي بشكرك جدا جدا كابتن وليد عزت المدير الفني لكره الماء.